السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الجزء الثالث من الورشة. هنعمل النهاردة النفق بتاعنا تمام اللي هيكون هنا، وفي نفس الوقت هنعمل الانيميشن الخاص بالكاميرا. تعالوا نشوف، هنجيب هنا تمام دبل كليك و طلعوا كده قدام وعاوزة أتأكد إن هو في مكانه مظبوط هنا. أيوة بالظبط كده، تمام. ده كده النفق بتاعنا. نيجي بقى هنا عند ده وده الوالز، ندخل ده كده شوية. تمام كده مظبوطين. نرجع للتنل، طبعا المفروض نعمل له كلونر، مش هتبقى واحدة بس، أكتر من واحدة. نقول مجرى كلونر ونحطه جواها التنل بتاعنا. ندخل هنا اقول له فيكس كلون، لا عشان يعمله في نفس المكان بتاعه، مش هتبقى على الواي، هتبقى على الزد، تبقى بالسالب. تعالوا نعمل من الاول بس نظبطها على اتنين. كبير اوي. بس كده تمام. ونزود العدد بقى شوية، نعملهم ستة مثلا. كويس اوي، كويس اوي اوي. طبعا الحركة هتكون ازاي؟ هتبتدي الحركة كده من بداية النفق وتدخل لجوه، وبعدين الكاميرا هتلف في الاخر هنا حوالين الشكل بتاعنا. جميل، طيب جميل جدا جدا. نيجي هنا ونحط لوجو، كلمة، حرف، اي حاجة. هقول له من مجرى، هقول له مو تكست. الله كده فوق. هقول له انا عاوزاه من ميدل، في النص. ممكن تخليه 300، تخلي السمك مثلا 30، ونكتب اي حاجة انتوا عايزينها. انا هكتب سينما فودي. اوبس، انا عملت سي من غير ما اقصد. اكتب سينما فودي، زود الدبس شوية. عايز اختار فونت تاني غير الفونت ده. شوفوا كده، لا مش مناسب خالص. ممكن حاجة زي كده، مش معقول. تمام، وين نحط له كابس؟ في الريد كاب، في الريد كاب برضو نزود شوية، نخلي الكاب دي مثلا وليكن 3 كفاية. جميل. لو انتوا عاوزين تغيروه كمان في شكله شوية، احنا بدل الفيلت تايب، بدل ما يكون كونفكس، ممكن نعمله كونكيف. شايفين هيدي الشكل ده.
لو زودت هنا الرديز شايفين يدي شكل معقول. كفاية تلاتة. طيب نخليه كده حلو قوي. طيب ممكن نكبره كمان شوية كده 350، هتبقى معقولة. طيب تعالوا بقى ازاي نشوف ازاي هنعمل الانيميشن بتاعنا. نقرب كده شوية كمان. نيجي هنا اول حاجة انا هستخدم تارجت كاميرا. ليه تارجت كاميرا؟ تارجت كاميرا تلقائي بتعملي نال اوبجكت. نال اوبجكت ده بيبقى الديفولت بتاعه بينزل في السنتر، فانا عشان كده محتاجة انا احتاجت ان انا انزل كاميرا تارجت علشان يبقى التارجت بتاعي الهدف الاساسي ان هو يكون في السنتر. ده المشهد الاساسي هيكون كده، او الشوت هيكون في السنتر. تمام. ف بس ده اول حاجة. تاني حاجة ان انا عاوزة اعمل سيركل. تمام. طلع السيركل دي فوق، هي صغيرة قوي، ممكن اخليها 1000 مثلا. هقوله اكس زد يمين، واكبرها 1300، معقولة تبقى على قدها بالظبط. طيب هاجي هنا عند الكاميرا، هقوله كليك يمين سينما فور دي تاجز، هقوله الاين تو سبلاين. تمام. هقوله هنا السبلاين بتاعي هو السيركل. تمام. طيب الكلام ده بقى معناه ايه؟ معنى ان السبلاين الاساسي بتاعي هو السيركل. السبلاين اللي بيمشي مقصود بيه ان الكاميرا مفروض حدودها بتكون هي حدود السيركل بتاعتي. تمام. حدودها هي او المساحة اللي بتمشي فيها هو السيركل بتاعتي. تمام. انا ممكن كمان اجي هنا علشان زي انتم شايفين هتلاقوا ايه نزل تحت او كده، ممكن اخد الكاميرا تارجت اطلعها فوق شوية كده. تمام. ممكن نكبر المساحة دي، نعملها 1500 مثلا. تمام. طيب طبعا مش هينفع تكون كده، لازم نبعد كمان. بس قبل ما نبعد عايزين نعمل حاجة كمان. هاخد دول كلهم كده Alt و G. تمام. و عايز اعمل سبلاين كمان. ايه هو السبلاين اللي انا محتاجه ان اعمله؟ هو الحركه بتاعتي في الاصل ماشيه ازاي. الحركه بتاعتي في المفروض يبقى في سبلاين هنا عندي في النفق بيمشي. تمام. الكاميرا بتمشي في نفس اتجاه السبلاين، وبعد كده توصل لهنا، وبعد كده تلف. تمام. ده الانيميشن بتاعي، فانا محتاجه اعمل سبلاين هنا. تمام. زي السبلاين اللي انا عملته هنا برضه. طيب هاجي هنا ادوس F2 ونعمل نرسم السبلاين بتاعنا. ممكن نرسمه من اول فين؟